شكرا جزيلا دكتور ميرفت على المقدمة الجميلة، وأنا من حسن حظي إن أنا أكون معاكم النهاردة في الزمالة اللي عشت فيها 3 سنين وتعلمت فيها، ودكتور ميرفت كان صاحب فضل عليا وعلى كل الزملاء الأفاضل، فشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة النهاردة. النهاردة إن شاء الله هنكون مع موضوع من أهم موضوعات الإلكتروفيسيولوجي حقيقة، دايما نسميه هو موضوع التحدي. لو إحنا عاوزين نتست حد باختبار صعب أو بحالة صعبة فلازم نتكلم في حالة اتريال تاكيكارديا. السبب إنها بتنكلود كل الإي بي مانوفرز جميعا على الإطلاق، فهي من المواضيع المهمة. هنحاول ندسكس مع بعض ونفكر مع بعض ونمشي ستيب باي ستيب ابروتش. حقيقة هدفي من الموضوع من أول ما نبدأه إن إحنا نكون ماشيين إن ستيب باي ستيب ابروتش، هنوصل للدياجنوزس حتى لو الحالة صعبة، لو هي difficult أو complex. By step approach we will reach our conclusion. طيب atrial tachycardia واضح من اسمها ان احنا بنتكلم على focus موجودة في الاتريوم، maybe left or right atrium، وليها انواع كتير هنتكلم عليها. الموست كومن حقيقة هو focal atrial tachycardia، من اسمها انا عندي focus left or right atrium، هي حاجة regular organized atrial activity، عندي B wave واضحة. طيب التيرمينيشن والأونست بتاعها warm up onset معناها gradual، والتيرمينيشن بتاعها warm down، دوت 90% من الاتريال تاكيكارديا. بس عندي أنواع تانية less common، منها sinus node reentry tachycardia، وديت هي نوع من أنواع المايكرو reentry between the SC node وفوكس موجودة في الرايت اتريوم، ولكن هي uncommon. اللي بيميزها sudden onset و sudden termination still uncommon. المالتي اتريال فوكال تاكيكارديا كلنا عارفينها، عيان عنده مالتيبل مورفولوجي اوف بي ويف، وغالبا بتكون سكندري لانذر كوز زي الشيست ديزيز. طيب ايه انواع الفوكال اتريال اريثميا؟ قد تكون اوتوماتيك اور تريجر اور ري انتري. What is most common is automatic and the trigger. Less common is re-entry. طيب الفوكال اتريال تاكيكارديا من اسمها هي فوكس موجودة في الاتريوم، قد تكون اوتوماتيك من اسمها بتعتمد على الاوتوماتيك سيستم سمباثيك اند باراسمباثيك، او انها تريجر وديت غالبا بيحصل تيربينيشن عن طريق الادينوزين انجكشن او اندكشن عن طريق الاكسترا ستيمولس. اما المايكرو ري انتري الجزء الشمال من السلايد اللي قدامنا، فهي ري انتري يعني عندنا سيركت ليها اول وليها اند، والري انتري ديت انا في اي دي ستدي بقدر سكسسفولي اعمل انترينمنت واتاكد من الدايجنوزس. اوكي دي فوكال اتريال تاكيكارديا، وزي ما قلنا انها بتعتمد بشكل اساسي على انها يا اما اوتوماتيك او تريجر. طيب دوت 3 دي مابنج عملناه، وعملنا اكتيفيشن ماب، ولقيت بعد الاكتيفيشن ماب للرايت اتريوم اللي موجود قدامنا، لقيت ان انا عندي سنجل بوينت، هي دي الايرليست بوينت اوف اكتيفيشن، لونها ريد. وبعد كده حصل ريديال سنتريفيوجال اكتيفيشن، معناها ان النقطه ديت من خلالها بدا يحصل اكتيفيشن لكل الاتريوم، فشايف ريد بوينت، وبعد كده حوالين الريد بوينت جرين، وبعدين حوالين الجرين بلو، يعني early then late then more late. فده يأكد لي ان انا قدامي focus atrial tachycardia maybe automatic or trigger، ده النوع الاول. النوع الثاني هو micro او macro reentrant. اعرفه ازاي؟ ان انا لما اعمل 3D mapping واعمل activation map الاقي ال earliest point اللي انا شايفها قدامي red point، وبعد كده هلاقي ان انا عندي circuit كبيرة قوي بتمثل reentrant circuit، اولها هو التيل ريد، بعدين يلو، جرين، بلو، فلاقي في الاخر ان التيل مسك في الهيد لانها reentrant كبيره قوي واخده كل السيركت بتاع الهارت. اوكي هنتكلم بالتفصيل على 3D mapping لما نوصل للابليشن. تعالوا نبدا بسيمبل سيناريو بنشوفه كل يوم في الاي ار. عيان يونج ايج 30 years old جاي الاي ار باكيوت اونست اوف بالبيتيشن
نارو كومبلكس تاكيكارديا. وبما ان انا شفت الاي سي جي دوت في الاي ار لازم اعمل وايد ديفرنشال دايجنوزس. الاكسبرت اي بي هو اللي عنده جود ديفرنشال دايجنوزس. اوكي انا عندي نارو كومبلكس تاكيكارديا فور ديفرنشال دايجنوزس. اوكي دي سمبل الجوريزم هيساعدني اوصل لكل الكلاسيفيكيشن اوف تاكيكارديا. خلينا اقول عندي ريجولار نارو كومبلكس تاكيكارديا. لو هي الريجولار احتمال افيب او اتريال تاكيكارديا او فلاتر وذ فاريبل بلوك او مالتي اتريال فوكال تاكيكارديا. طيب لو هي ريجولار نارو كومبلكس تاكيكارديا فانا عندي احتمال اشوف الاتريال ريت هل هو جريتر ذان فنتريكولار ريت اور نو. لو هو جريتر واكثر ميبي فلاتر او اتريال تاكيكارديا. لو هو 1 تو 1 كوندكشن فانا لازم اشوف الار بي هل انا قدام لونج ار بي تاكيكارديا ولا شورت ار بي تاكيكارديا. شورت ار بي تاكيكارديا احسب الار بي لو لقيتها فيري شورت معناها انها غالبا اي في ان ار تي. طيب لو انا شورت ار بي ولكن ستيل الار بي اكثر من 70 ملي سكند فغالبا هي اي في ار تي يعني اكسسوري باث واي از لايكلي. However, a typical AV NRT and atrial tachycardia is still in our diagnosis. أما لو هي one-to-one conduction with long RV tachycardia, فأنا عندي three differential diagnoses لازم أفصلهم وإكسكلود واحد وراء الثاني. طيب, مبدئياً أنا عندي شوية سيناريوهات the atrial tachycardia with one-to-one conduction واضحة قدامي, the atrial tachycardia with one كباخ AV block, اخيرا اتريال تاكيكارديا with 2 to 1 بلوك. لو احنا ركزنا ان V1 هلاقي ان انا عندي 2 B ويف بعدين 1 QRS كومبلكس فهي 2 to 1 بلوك. خلينا نركز جدا في اللونج ار بي تاكيكارديا. تاني عندي ريجولار نارو كومبلكس تاكيكارديا with 1 to 1 كوندكشن. لونج ار بي معناها ان الار بي مور ذان بي ار او الفي اي مور ذان اي في. الاحتمالات the most common is atrial tachycardia وده موضوعنا النهاردة. still atrial still a typical AV NRT اللي هي the fastest slow pathway AV NRT maybe and BJRT is permanent junctional reciprocating tachycardia which is common in children. تعالوا ندي هنت على كل واحدة من الثلاثة ونسأل نفسنا هي ليه long RV tachycardia. طيب atrial tachycardia عندي focus في الاتريوم عملت long RV tachycardia ليه؟ هي 1 to 1 conduction AV وبعدين بستنى وقت لغاية ما new atrial impulse يحصل لها conduction عشان كده هي long VA tachycardia أو long RV tachycardia ده most common. تعال نروح في second option a typical AV NRT in which fast slow AV NRT. إيه اللي بيحصل؟ الإمبلس جاية من الـ SE node وتنزل أنتجريد الفاست وبعدين ريتروجريد through slow pathway. slow pathway معناها بتاخد وقت طويل عشان الإمبلس conduct من الفنتركل للإتريوم عشان كده هي long RV tachycardia عشان رجعت في الـ slow pathway. finally الـ BJR permanent junctional reciprocating tachycardia. الإمبلس جاية من SE node, AV node وصلت للventricle بعدين retrograde conduction through posteroceptal accessory pathway لكن مختلف عن بقية الaccessory pathway ليه؟ decremental slowly conducting pathway عشان كده هي long RV tachycardia. بليز لو انت شفت long RV tachycardia حط الثلاثة سيناريوز atrial tachycardia the most common وبعدين atypical AV NRT fast slow finally بيجر ولكن بيجر هي كمان مع الاطفال وانفورشنتلي تشخيصها صعب شويه لو انت مش حاططها في الديفرنشال دايجنوستس وانفورشنتلي ساعات الفيرست بريزنتيشن دي كومبنسيتد هارت فيلير. الادينوزين اميزنج حقيقه في كل انواع الاس في تي بيفيدني في التشخيص لكل الانواع. لما تدي ادينوزين لعيان اس في تي عندك اربع احتمالات ما لهمش خامس يا إما no effect أو gradual slowing and re-acceleration or sudden termination أو إن يحصل higher grade AV block. طيب موضوعنا النهاردة atrial tachycardia
لو العيان قتل تاكيكارديا وانت متاكد واديت ادينوزين وحصل جراديوال سلوينج اند ري اكسلريشن فده غالبا اوتوماتيك فوق الاتر تاكيكارديا. اما لو حصل سادن ترمينيشن فدي تريجر فوكال اتر تاكيكارديا. اوكي نيجي لنقطه مهمه جدا، هل انا اقدر من خلال الاي سي جي اعمل ديفينيت لوكاليزيشن اوف اتر تاكيكارديا قبل ما اخد العيان وندخل ونبدا الاي بي كات ستدي اند ابليشن؟ الاجابه ايوه 100% ممكن. ولكن قبل ما اتكلم على لوكاليزيشن اقول ان اول واحد اتكلم في الموضوع دوت هو بيتر كيستلر، وعمل الجوريزم اميزنج اسمه بي ويف مورفولوجي ان فوكال اتريال تاكيكارديا. طيب ازاي نقدر نشخص المكان ونلوكاليز المكان؟ قبل ما نبدا اللوكاليزيشن تعالوا نفتكر معلومه سيمبل فيسيولوجي. هي ايه هي النورمال بي ويف مورفولوجي؟ في النورمال فيسيولوجي نفتكر ان الويدث بتاع البي ويف اقل من 120 ملي سكند، الهايت اقل من 2.5. لكن اهم معلومه في النورمال بي ويف انها ابرايت اكسس، في الانفيريو ليد 2 و3 واي في اف اوكي، وانها بروميننت طبعا في دي واضحه جدا، وانفيرتد بي ويف الاي في ار وبايفيزيك بي ويف ان في 1 دوت النورمال بي ويف. ليه بركز على كلمه نورمال؟ عشان في الاتريال تاكيكارديا اكسس اند مورفولوجي شود بي تشينجد. طيب ايه هي الموست كومن سايتس اوف اتريال تاكيكارديا؟ رايت اتريال فوكس وده الموست كومن 70%، واكثر مكان في الرايت سايد هو الكريستا تيرمينالس 30% والتراكاسبت انيولس 20%. طيب الليفت اتريال فوكس الموست كومن سايت هو بالمونري فين، كانها افيب رايت اند ليفت ابر اند لور بالمونري فينز، ميبي ليفت اتريوم ابندج اند سيبتوم از ويل. دي الموست كومن سايت اوف اتريال تاكيكارديا. نيجي لسمبل ابروش يساعدني ان انا اعمل لوكاليزيشن لو انا ما عنديش وقت فور ديتيل. طيب اول حاجه هبص عليها الاي في ال، الاي في ال دي حاجه لاترال ودايما بتبقى بوزيتيف. لو انا عيان اتريال تاكيكارديا لقيت نيجاتيف بي ويف في الاي في ال فده لايكلي انها ليفت لاترال اتريال تاكيكارديا. اوكي تعالوا نبص على البي ويف ان في 1 هي باي فيزيك، لو لقيتها نيجاتيف فدي غالبا طالعه من الرايت اتريوم. ابص على الانفيريور ليد لو لقيتها نيجاتيف فدي غالبا طالعه من مكان لو زي التراكزمت انيولس او لور سيبتوم. دي الثلاثه كلوز اللي بيساعدوني في معظم الحالات، نيجاتيف عرفت المكان والعكس طبعا لو هي بوزيتيف. تعالوا بقى نروح للاميزنج الجوريزم بتاع بيتر كيستلر اللي بدأوا في 2006، ومن 2006 وعلى مدار 15 سنة احنا ماشيين بالالجوريزم الاميزنج دوت. لكن بالمناسبة السنة اللي فاتت عمل له ابديت للالجوريزم وبقى more sensitive and specific. طيب فكرة الالجوريزم ايه بدون تعقيد؟ مبدئيا عشان نبقى مطمنين الالجوريزم موجود في الموبايل ابليكيشن فهو سهل جدا، وبنسبة 99% لو انت طبقت الالجوريزم هتعمل لوكاليزيشن قبل الاي بي ستادي. تعالوا نبص على بي ويف ان ليد وان ليد في 1، الاحتمالات انها نيجاتيف او بوزيتيف نيجاتيف، الاحتمال الثالث انها نيجاتيف بوزيتيف، الاحتمال الرابع انها بوزيتيف. طيب الصوت واضح؟ السلام عليكم. واضح. طيب تمام خلاص تمام، استاذنكم نحاول نركز قدر المستطاع في بيتر كيستلر الجوريزم عشان هيوجهنا بنسبه 99%. قدامنا اربع احتمالات لو بصيت على البي ويف ان في 1. طيب تعالوا نحاول نجتهد مع بعض، لو هي نيجاتيف غالبا طالعه من الرايت اتريوم، ميبي كريستا تيرمينالس ترايكاسبت انيولس اي مكان صح؟ اوكي الاحتمال الثاني بوزيتيف نيجاتيف يعني انتهت بالنيجاتيف ويف فهي طالعه من الرايت اتريوم لكن كريستا تيرمينالس تحديدا. الاحتمال الثالث انها نيجاتيف بوزيتيف او ايزوالكتريك بوزيتيف ودي طالعه من السبتم بارا سبتم، وطبعا الريسك لو هي انترو سبتم اخد بالي جدا من الهيس والايفي نود. اخيرا لو هي بوزيتيف
فهي اكيد طالعه من الليفت سايد لور رايت ابر بالمونري فينز، ده سيمبلي خالص. طيب ده الالجوريزم ان ديتيلز، ومش عاوز اضيع وقت كتير فيه، ولكن الاربعه اوبشنز اللي انا قلت عليهم هنكمل معاهم، ومن خلال الالجوريزم هنوصل هنقدر نوصل بنسبه عاليه للديفينيت لوكاليزيشن. خلينا نركز على اخر احتمال اللي هو الاحتمال الرابع البوزيتيف، اللي عاوز اقوله لو انت شفت بوزيتيف بي ويف وشفت بيفيد بي ويف ان ليد تو بنسبه 99% بتكلم فيه بالمونري فينز. دوت سمبل اكزامبل ان ويتش اي كان ابريشيت ا ليتل بيت بوزيتيف بي ويف ان في 1، فدي غالبا من الليفت سايد. ولو ركزنا في الانفيريور ليدز تحديدا في دي الثلاثه هلاقي البي ويف بيفيد، فده يؤكد 99% انها طالعه من البالمونري فينز، وفعلا العين دوت طالعه من الرايت بالمونري فين. اوكي نيجي بقى السؤال المهم، هي الجايد لاينز بتقول لنا ايه على الاتريا تاكارديا؟ وخلينا نرجع لاخر جايد لاينز الاي اس سي 2019 عشان بوضوح شديد نسال امتى ادي ميديكال تريتمنت وامتى اخد العيان بتاعي للاي بي كاف واكوي العيان. طيب تعال نروح للالجوريثم على طول ونلاقي لو العيان جاي لي في الاكيوت اونست اوف فوكال اتريا تاكارديا وهو هيمودايناميك ستيبل ادي ادينوزين ستيل ان افكتيف، ممكن ادي اي في بيتا بلوكر زي ميتوبرولول او اي في كالسيوم شانل بلوكر زي الفيرابامل لو ستيل ان افكتيف، فكلاس 2 بي ممكن تدي فلاكينايل او بروبافينون اميترون، لكن لو العيان ستيل ان تاكارديا ادي العيان دي سي شوك. اوكي نيجي للسؤال المهم، لو العيان عنده ريكرنت فوكال اتريا تاكارديا امتى ابعته يعمل ابليشن؟ حقيقه عشان تجاوب على السؤال دوت هروح لنقطه مهمه الا وهي السكسس ريت بتاع الابليشن اوف فوكال اتريا تاكارديا. الاجابه 85%، الريكرنس 20%، الكومبليكيشنز 1.4. نرجع تاني هنلاقي الجايد لاينز بتاكد على العيان عنده انسيسنت او ريكرنت فوكال اتريا تاكارديا، لو هي اول اتاك او تاني اتاك بليز ما تستعجلش ودي ميديكال تريتمنت، ادي بيتا بلوكر ديلتيازيم بروبافينون فلاكينايد، خد وقتك في الميديكال تريتمنت، ستيل العيان عنده ريكرنت او انسيسنت يو كان جو فور ابليشن. ولازم تبقى عارف ومفهم العيان السكسس ريت بتاعنا مش احسن حاجه، هدي هنت صغيره على اي في ان ار تي السكسس ريت بتاعها 97%، ولو في اكسبرت سنتر هتبقى 100%، اما الفوكال اتريال تاك اقصى حاجه 85%. سؤال تاني، عندنا نوع تاني من الاتريال تاكيكارديا اللي هو الاريجولار مالتي فوكال اتريال تاكيكارديا. سؤال واستاذنكم كله يشارك في الاجابه، العيان دوت ابعته امتى يعمل ابليشن؟ مين عنده اجابه؟ سالي، سالي مجدي، دكتوره سالي. ايوه دكتوره مرتضى. دكتور جهاد بيسال بيقول امتى العيان اللي عنده مالتي فوكال اتريا تاكيكارديا نبعته يعمل ابليشن؟ معلش انا لان انا في مواصلات. طيب خلاص عشان احنا في المواصلات انا اتطوع واقول الاجابه على طول. السؤال حقيقه خادع جدا، المالتي اتريال تاكيكارديا من اسمها انا عندي مالتيبل فوساي مي بي 3 4 5 هتكوي ايه ولا ايه؟ الاجابه ميديكال تريتمنت، فده عشان نكون واضحين جدا العيان دوت العلاج بتاعه رقم 1 و2 و3 ميديكال تريتمنت. النقطه الثانيه، وقبل ما تبدا الميديكال تريتمنت يو هاف تو كوركت الكوز، لان عاده بيكون له علاقه بالهايبوكسيا شست انفكشن فتريتمنت اوف اندرلاينج كونديشن، وبعدين ادي ريت كنترول ميديكيشنز بيتا بلوكر اند كالسيوم شانل بلوكر. طيب ده عيان ايريجولار ناو كومبلكس تاكيكارديا، السؤال ادي انتي كواجيليشن ولا لا؟ مين عنده اجابه؟ السؤال ايه يا جهاد؟ هل ادي العيان دوت انتي كواجيليشن ثيرابي عشان انا بتعامل مع ريجولر؟ هل ادي ولا لا العيان دوت؟ الجايد لازم ما بتقولش تديه،
صح، موافق 100%. انا تعمدت بس اوضح النقطه ديت، لان بعض الزملاء لما بيشوف irregular narrow complex tachycardia يقول ممكن تكون افيب او انها قلب افيب، فانا احتياطا بدي انتي كواجوليشن، وللاسف بنشوف بعض الزملاء بيعمل كده. الاجابه no rule at all to give anti coagulation therapy للعيان دوت. اخر سؤال، لو انا فشلت في كل المحاولات بتاعتي وديت ميديكال تريتمنت والعيان ما تحسنش وكوركت الكوز والعيان ما تحسنش، في حاجه واحده بس as a last line as bailout treatment ممكن اعملها، الا وهي base and ablate. Base and ablate. العيان دوت persistent tachycardia مش راضي يتحسن، بدا يدخل في incessant tachycardia، بقى tachycardia induced cardiomyopathy unfortunately. مش هقدر اكل العيان، بس هقدر اقابلت الايفينوت واركب سي ار تي او هيس باندل. بنشوفها في حالات قليله، بس يعني حبيت ان احنا نوضح الاوبشن دوت في الحالات الريفراكتوري تو دراج ثيرابي. اوكي يلا بقى بينا ندخل مع كل دي كانت مقدمه وانترودكشن، يلا مع بعض ندخل بحالات ريال كيسز. هندخل جوه الاي بي ستادي عشان زي ما قلنا في اول محاضره التشالنج الاتريال تاكيكارديا هو تشالنج مهم، وعشان ننجح في التشالنج دوت وعشان نوصل لديفينيت دايجنوزس حقيقه انا من الاول خالص عاوز اقول ان احنا هنمشي ستيب باي ستيب ابروتش زي ما اتعلمنا دايما. يلا نبدا الحاله بتاعتنا، هندخل العيان full history، هندخل الاساطر بتاعتنا كما تعودنا هيس سي اس فور اتريوم والار في، ولو كمان عندنا امكانيه احط قسطره في الرايت اتريوم هيبقى اميزنج عشان اعمل فول استدي. اوكي نركز مع بعض في فور ستيب ابروتش عشان اوصل 100% للدايجنوزس. وصلت العيان وحطيت الاساطر بتاعتي، هنبدا فور ستيبس. اول حاجه ريستنج استدي، وبعد كده induction of tachycardia ولازم نعمل full analysis للtachycardia. step 3 هنعمل basic maneuvers of AB study. step 4 special maneuvers to confirm diagnosis of atrial tachycardia. يلا بينا نمشي step by step approach. هبدأ بحاجة simple جدا كلنا بنعملها، بس unfortunately ساعات بتقع مننا. بعد ما وصل العيان الـ HM بتاعي واضح، وصلت الاساطر بتاعتي والاي سي جي بتاعي واضح، بليز قبل ما تبدا الاستادي بتاعتك خد البيز لاين بارامترز مهمه جدا. بعد اذنك اسس كيو ار اس كومبلكس، بص على البي ويف في الاي سي جي وخد فول ديسكريبشن ليها عشان اول ما يحصل تاكيكارديا والبي ويف تتغير يبقى انت عارف البيز لاين بتاعك. وبليز قبل ما نبدا الاسطره بتاعتنا والاي بي ستادي خد الـ AH والـ HV interval، ممكن يبقى كلو مهم إن العيان عنده other type. الـ HV لو هي من الأول خالص very short أنا بفكر في pre excitation. الـ AH interval بتاعتي لازم أخدها من الأول عشان لو أنا بعد الـ ablation by mistake affect وعملت injury للـ AV node أقدر أقارن الـ baseline pre ablation AH interval with post ablation AH interval، فأقدر أقول هو likely هيدخل في heart block ولا لا. دي حاجات بيزكس بليز نجمعها قبل ما نبدا. ستيب 2 يلا نعمل اندكشن للتاكيكارديا، سواء تاكيكارديا جت من الاول خالص باي مانوفرز او بال مانيبيوليشن للاثار بتاعتك. التاكيكارديا مهمه جدا لو جت اعمل لها فول اناليسيس. ده عيان واحنا بنعمل مانيبيوليشن جات له التاكيكارديا اقدر اقول انها 1 تو 1 كوندكشن with long VA interval شكلها أكثر من 100 ملي سكند، فأنا بتعامل مع long RB tachycardia. لكن حقيقة أنا حابب أرجع لحتة بيزك قالها فين هوزن، published amazing paper وقال لنا إن أي tachycardia تشوفها في الـ SVT امشي في 6 points you have to describe your tachycardia very well. أكيد لو مشيت في 6 points هتوصل للـ definite diagnosis في التاكيكارديا، واحنا بنعمل كده، بس خلينا نعملها ستيب باي ستيب. اول حاجه ال VA relation يعني 1 to 1 conduction، كل الاحتمالات قائمه AV NRT AVRT atrial tachycardia. طب ال V more than A عندي AV NRT with upper common pathway block او نوع
uncommon من الاكسسوري باثوي اللي هو النودو فاسيكولار. اما لو الاي مور ذان في فديت اتريال تاكيكارديا، وساعات الاي في ان ار تي لو جاته معاها لوور كومن باثوي بلوك تعمل كده. لكن الاتريال تاكيكارديا الموست كومن اريثميا اي مور ذان في، ده رقم واحد في اي ريليشن. 2 الفي اي انترفال، هل انا شورت ار بي ولا لونج ار بي؟ طيب انا شورت في اي ولكن في اي مور ذان 70 شكلها اكسسوري باثوي. طيب الفي اي شورت في اي اقل من 70 ملي سكند غالبا تيبيكال اي في ان ار تي. اما لو هي لونج ار بي تاكيكارديا زي ما قلنا من شويه الثري بوسيبيليتيز، اتريال تاكيكارديا ذا موست كومن او اتيبيكال اي في ان ار تي فاست سلو واخيرا بيجر. رقم 3 الاتريال اكتيفيشن سيكونس، لو انا حطيت قسطرة في الرايت اتريوم وكانت فيها الايرليست اكتيفيشن فدي غالبا اتريال تاكيكارديا، لو عندي كونسنتريك اكتيفيشن كل الاحتمالات قائمه اتريال تاك اي في ار تي اي في ان ار تي. اما لو اكسنتريك يا اما اتريال تاكيكارديا ليفت سايد او ليفت سايد اكسسوري باث واي. رقم 4 مهمه جدا ترمينيشن التاكيكارديا وقفت ازاي، لو هي وقفت اند وذ اي وهي 1 تو 1 كوندكشن فبنسبه 100% يو كان اكسكلود اتريال تاكيكارديا، فهي يا اما اي في ان ار تي او اي في ار تي. اما لو اند وذ في فكل الاحتمالات قائمه. رقم 5 الاتش اتش تشينجز، لو هي بريدكت الاي اي تشينجز يو كان اكسكلود اتريال تاكيكارديا، اما لو هي نوت بريدكت الاتريال تشينجز فكل الاحتمالات قائمه. اخيرا لو حصل فانكشنال ليفت اور رايت باندل مورفولوجي وحصل معاها في اي انكريز اكتر من 30 ملي سكند فديت اكسسوري باث واي. الست نقط دول لو احنا نجحنا في كل تاكيكارديا وعملنا اناليسيس بيها هتوصل للدايجنوزس 100%. خليني الخص ديت في الاتريا تاكيكارديا واقول لو هي 1 تو 1 تو كوندكشن ميبي بي اتريا تاكيكارديا، لو الاي مور ذان في فهي اكيد اتريا تاكيكارديا. في الاتريا تاكيكارديا بيكون عندي لونج ار بي تاكيكارديا، وبعدين الاتريا اكتيفيشن سيكونس قد يكون كونسنتريك وقد يكون اكسنتريك في الاتريال تاكيكارديا. لو هي 1 تو 1 كوندكشن واند وذ اي يو كان اكسكلود الاتريال تاكيكارديا، لكن لو هي 2 تو 1 او 3 تو 1 القاعده دي مش هنطبقها. اخيرا لو اتش اتش تشينجز بريدكت اي اي يو كان اكسكلود اتريال تاكيكارديا. بليز نراجع السكيدول دوت مره واثنين وثلاثه، هو تيبل هيلخص حاجات كتير. طيب يلا بينا نبدا اول سؤال. فعيان اتريال تاكيكارديا جالنا واحنا بنعمل اي بي ستادي، مين يجاوب على السؤال دوت؟ دكتور احمد عبد المنعم معانا؟ عبد الله سيد. يلا مع احمد عبد المنعم يلا. اول اثنين انت حضرتك حاطط ريد 2 وفي 1 والعيان في تاكيكارديا دلوقتي. الثالث لاين هو هاي رايت اتريوم، واضح ان الايهات عليه اكتر من الفيهات فكده الاي مور ذان فيز تمام، فهو كده العيان غالبا هيبقى في اتريال تاكيكارديا يعني. اللاين الرابع معلش انا مش عارف اقراه، هو تقريبا هيس كده؟ ايوه هيس صح؟ هيس تقريبا، وجايب وهي غالبا شكلها في الار بي، الهيس دي شكلها في الار بي تمام صح تمام مزبوط. وبعدين مزبوط. حضرتك حاطط السي اس مرتبها من البروكزيمال للديستال تمام، والاكتيفيشن عليها معلش هو صغير قوي، بس هما كلهم مع بعض غالبا يعني كل الايهات انا شايفها بصراحه يعني كلها بادئه مع بعض، ما فيش حاجه او الديستال ممكن تكون متاخره شويه صح، هي بروكزيمال اكتر البروكزيمال اكتر البروكزيمال اكتر تمام. انا اقول ان هي اتريال تاكيكارديا وطالعه من يعني هي طالعه من الرايت سايد تمام، لان السي اس بدا الاكتيفيشن بدا من البروكسيمال للديستال، فهو الاكتيفيشن بدا من الرايت سايد ورايح ناحيه الليفت سايد اكسلنت صح. الريليشن 2 تو 1 تمام صح. وهي قفلت بايه ماما وحضرتك انتهت بايه عشان هي 2 تو 1 بقى، فاحنا مش هنحسب القاعده بتاعه 1 تو 1 دي
اكسن دكتور عبد الله، اميزنج اميزنج ريزلت، هي اجابه صح 100%. صح، هي فعلا رغم انها ترمينيتد وذ ايه، وقلنا 99% اي كان اكسكلود اتر تاكيكارديا، الا لو 2 تو 1 في الحاله ديت هي ممكن تترمينيت بايه، فالاجابه هي كومباتبل وذ اتريال تاكيكارديا. ثانك يو سو ماتش، اميزنج انسر. طيب ده نوع تاني برضو اتر تاكيكارديا قدامي، وفي كلو مهم عاوز اقول لكم عليه. طيب انا شايف قدامي اتاكارديا، والمهم في القصه ديت في الاي جي ام اللي قدامي هي سايكل لينث. طيب تعالوا مع بعض نحاول نقرا اللي قدامنا. انا شايف اتريال سايكل لينث ثابته على 362 باللون البلاك، وشايف اي اتش بتتغير 105 112 122، وشايف الفي اي باللون الازرق 218 210 190. ده معناه ان انا عندي نارو كومبلكس تاكيكارديا 1 تو 1 كوندكشن with fixed atrial cycle length it's changing AH interval VA interval. طيب دوت كلو يكونفيرم انها atrial tachycardia. تاني تعال نشوف بيقولوا في الاس في تي with concentric atrial activation sequence زي ما احنا شايفين الكونستانت اتريال سايكل لينث وذ فاريبل اي اتش اند في اي انترفال، دي من الكلوز اللي تكونفيرم اتريال تاكيكارديا. اوكي سو استابيليتي اوف اتريال سايكل لينث بروفايد ا كلو تو تاكيكارديا ميكانيزم، في الحاله ديت هي اتريال تاكيكارديا، وكمان انه نوع مايكرو او ماكرو ري انتري، يعني انا عندي reentrant circuit عشان كده هي stable atrial cycle length. اوكي عايز التريسنج يا دكتور جهاد، عشان عايز اقول في حاجه. احنا دلوقتي التريسنج قدامنا، لو ناخد بالنا ان ال P wave في limb bleed 1 positive ونيجاتيف في limb bleed 2، فدي قلناها من الرايت سايد، لان لما تبقى ال اتريال تاكيكارديا بوزيتيف من ليد 1 يعني رايت، والنيجاتيف من 2 غالبا 3 اي في اف كده، هتبقى من الكوري ساينس تحت، كوري ساينس اوستيوم غالبا. ولذلك احنا عندنا الايرليست اي مش عند السيبتوم، مش عند الهايرايت اترم، عند البروكسيمال سي اس. بالظبط يا دكتور مرتضى، تمام بالظبط كده صح. فاحنا قدرنا من الاي جي ام دوت نكونفيرم الدايجنوزس ونعمل localization، وكمان بعد لما confirm انها atrial tachycardia اعرف انه نوع، لان stability of atrial cycle length بتؤكد انها re-entry، فهي ثابتة عشان كده. اوكي طيب طيب next case، مين يجاوب معنا؟ الجوهري، احمد الجوهري. طيب عبد الله سامي، مع حضرتك يا دكتور مرفت. اتفضل جوهري ولا عبد الله؟ انا عبد الله. يلا عبد الله. هو الجزء الشمال من التريسنج واضح ان في تاكي كارديا وترمينيتد سبونتينيوسلي، الاكتيفيشن على السي اس ماشي من البروكسيمال للديستال، فغالبا هي حاجه رايت سايدد. هو ليمتد وان البي ويف، طبعا الاي سي جي جاي من تحت، في ناس بتعمل حاجات عجيبه كده. اعتقد البي ويف ان از انفرتد ان ليم بليد 1، فدي تقول لها ليفت سايد. ات از نيجاتيف، انا مش شايفه في 1 بس إذا كان positive ولا negative. لا it looks positive، والله أعلم. it is tachycardia related to the left side، وتبر بقى هي atrial tachycardia ولا إيه. طيب والtachycardia terminated by إيه؟ terminated by إيه؟ صح، نقطة مهمة، كله مهم صح. هل هي short RB tachycardia أو long RB tachycardia؟ long RB tachycardia. جميل جدا. ايه الديفرنشال دايجنوز بتاعنا؟ الاتريال تاكيكارديا والاتيبيكال اي في ان ار تي. اكسلنت.
والنوع الثالث الانكومن الاكسسوار باسوي وسلولي كوندكتنج اكسسوري باسوي بوست ريسبتور اكسس باسوي صح. طيب يعني انا قدامي حاجه من ثلاثه ترمينيشن اوف ايه تخليك تكسكلود حاجه الاي في ان ار تي ممكن ليه ترمينيشن اوف ايه هي 1 تو 1 يس هي 1 تو 1 باي اتريوم نوت فينتريكل so it's most probably ممكن it بتاع AVNRT atypical AVNRT أو slowly conducting excess pathway والearly straight turbine عندك في CS 19 برضو تقريبا قبل الهس قبل الهس صح كده. فاحنا عندنا دلوقتي two clues مهمين جدا كلنا متفقين انها narrow complex tachycardia وانها long RB ففي ثلاث احتمالات اللي احنا قلناهم AVNRT او atypical AVNRT انها اتريال تاكيكارديا او اتيبيكال اي في ان ار تي او بيجر. اوكي طيب عندي تو كلوز اول كلو انها تيرمينيتد وذ اي وهي 1 تو 1 كوندكشن فاكيد مش اتريال تاك. الكلو الثاني مهم جدا الهس و9 و10 مين فيهم اللي سابق؟ تعالوا اساعدكم اهو حطينا لاين عشان نشوف مين الايرلس هل 9 و10 ولا الهس. الاجابه 9 و10 ده معناها ان انا عندي VA conduction والA رجع على حاجة posterior صح كده اللي هو slow pathway فدي ماشية اكتر مع الاتيبيكال AVNRT لان الانتجريت conduction هو نازل في الفاست والريتروجريت conduction رجع في slow pathway عشان كده هي long RB tachycardia رقم واحد. رقم اتنين تسعة وعشرة تسبق لان slow pathway more posterior صح. عايز اقول حاجه سرعه الورقه 50 ملم بير سكند ومش دي المفروض الواحد يقيس عليها لكن هنا عشان يورونا بس الاكزامبل ده عاملينها 50 لكن لو انت فردتها انا بشتغل على سرعه 200 ملم بير سكند هتقدر تبص على السيجنالز بطريقه اوضح. ماشي كمل تمام. فاحنا كده وصلنا للدياجنوز لما نمشي من ستيب باي ستيب ابروتش لونج ار بي تاكيكارديا ناو كومبلكس تيرمينيتد وذ اي وانا شايف ان الـ Airless Activation على 9 و 10 فهي ماشية اكتر مع الـ Atypical AVNRT مش Atrial Tachycardia عشان هي Terminated with A. Amazing. كده احنا خلصنا الـ Reasoning Study الـ Tachycardia Assessment يلا بينا نروح على الـ Basic EB Study. وحقيقة حتى لو هي Atrial Tachycardia وانت متاكد منها بليز خلينا نمشي برضو ستيب باي ستيب ابروتش ونعمل كل الاي بي مانوفر بتاعتنا. خلينا نعمل فنتريكولار بيرست بيسنج ونشوف الاتريال اكتيفيشن شكله ايه ونقدر من خلال الفنتريكولار بيرست بيسنج اشوف الفي اي وانكباخ وبعدين فنتريكولار اكسترا ستيمولس واقدر اشوف الاي ار بي اتريال بيرست بيسنج ومن خلاله اشوف الاي في نود وانكباخ اخيرا اتريال اكسترا ستيمولس واقدر من خلالها اشوف الاي ار بي واشوف عندي اي ايفيدنس اوف جامب او اندكشن اوف تاكيكارديا ولا لا. فدي كلها حاجات خلينا نمشي ستيب باي ستيب ابروش عشان نوصل. بعد كده يلا بينا نعمل سبيشال مانوفر. عندنا سبيشال مانوفرز كتيره بعد اذن دكتور جهاد احنا بنبتدي انا شخصيا وعلمت الشباب معايا ان احنا بنبتدي الاي بي ستادي بالفنتريكولار بيرست بيسنج. ليه بقى؟ لان انت when you pace the ventricle and you don't find the retrograde conduction انت شلت حاجتين شلت accessory pathway وشلت AVNRT. طبعا هتقولوا لي في مانش بيهيفير بتاع AVNRT في الرجاله ولازم ندي اتروبين. ادي اتروبين وشوف الاتريال تاكيكارديا لا تعتمد على الفنتريكل. الاتريال تاكيكارديا هتبقى conduction من الاتريوم للفنتريكل فبالتالي لما بتبتدي الستادي بتبتدي كده وبعدين بتعمل فنتريكولار اكسترا ستيميليشن ده احنا اللي بنعمله وبعدين طبعا فنتريكولار اكسترا ستيميليشن لو ما لقيتش ريتروجريد كوندكشن خلاص فاكس بعد كده اتريال بيرست بيسنج عشان تدور وتدور على السلو باس وي كوندكشن وعلى الوات ايفر اني تاكيكارديا وبعدين اتريال اكسترا ستيميليشن. هما دول الاربع ستيبس اللي لازم بتعملهم في كل العيانين بالترتيب ده. طيب ليه دكتوره ميرفت ما بتديش بيترال بيرست بيسنج؟ عشان ممكن تجيب العين اي اف وتضطر تدي سيديشن وتضطر تدي دي الشوك وفي وبعد التاكيكارديا بتبقى سنسيتيف للكاتيكولامين. ده في ناس اول ما ينام على الترابيزه من كتر الخوف بتاعه التاكيكارديا تبقى شغاله ولو جيت وقفتها وتيجي تجيبها تاني ما تعرفش تجيبها لما تدي
بتاع ده اتروبين او ايزوبرنالين او ادرينالين، تمام؟ فالبيزك اي بي ستادي دي ستاندرد. ولما تبقى عندك دوكيمنت تاكيكارديا ومش قادر تجيب الريتروجريد كونداكشن خالص، ودي حصلت معانا في حاله قريب كده، يبقى لازم تقول اه دي التاكيكارديا اللي متسجله دي يعني تقريبا 100% اتريال تاكيكارديا. يلا كمل يا شكرا جزيلا دكتور ميرفت. فعلا كل حاجة بنعملها هي بتديني كلوز اقدر رول ان اند رول اوت اذر تايبس. انا ستيل بتعامل مع نارو كومبلكس تاكيكارديا، الله اعلم ممكن تطلع حاجات تانية، ممكن تطلع كومباينيشن بين اكسسوري باتوي اتريال تاكيكارديا. فخليني استفيد من كل مانوفر بعملها واخد بيها as much data as I can. اوكي تعالوا بقى نروح للسبيشال مانوفر. احنا يمكن خدناها قبل كده وعارفين ان ليها شويه انديكيشن، طبعا مش هنعملها كلها ولكن على الاقل نخليها في دماغنا. ديفرنشال ار في بيسنج عشان افرق ما بين الاي في ان ار تي والسيبتال اكسسوري باتوي، البارا هيسن بيسنج برضو عشان افرق ما بين الاي في ان ار تي والاكسسوري باتوي، الانترينمنت وانس انك لقيت تاكيكارديا try to entrain سواء atrial overdrive أو ventricular overdrive pacing، وناخد منها كمية معلومات مهولة من الانترينمنت وأخيراً الـ synchronous VVC. طب خليني أسأل سؤال وأشوف من أسرع واحدة هيجاوبه. لو قلت لكم اختاروا حاجة واحدة بس من الـ special maneuvers اللي قدامنا هتساعدني في الـ atrial tachycardia، نختار إيه؟ أسرع إجابة يا شباب أحمد حسن. الانترينمنت. اكسلنت شكرا لكم كلكم. فعلا انا لو استخدمت الانترينمنت وسكسسفولي عملت انترينمنت للاتريال تاكيكارديا هطلع بمعلومات كتيره جدا سواء للدايجنوزس او كمان لنوع الاتريال تاكيكارديا. يعني ايه انترينمنت؟ كلنا عارفين انترينمنت معناها انها بتعامل مع ري-انتري سيركت وليكن السبيد بتاعتها سرعتها 300 ملي سكند. طيب انا هبيس قريب منها ولازم تكون سرعتي اسرع من 300 ملي سكند عشان اقدر اعمل انترينمنت ليها كاني بشد الدايره ديت. فانا هعمل انترينمنت على سرعه 250 ملي سكند. رقم 3 عشان ابقى سكسسفول عملت انترينمنت انا هوقف بيسنج والشرط انها تكمل تاكيكارديا. التلات حاجات دول يعني سكسسفول انترينمنت. تاني انا لازم ابدا انترينمنت والتاكيكارديا شغاله. رقم 2 لازم اكون اسرع من التاكيكارديا. رقم 3 بعد لما اوقف التاكيكارديا تكمل. حلو قوي. انا ممكن اعمل في الاتريال التاكيكارديا حاجتين، اتريال اوفر درايف بيسنج وفنتريكولار اوفر درايف بيسنج، وكل واحده منهم هتديني معلومات كتيره قوي. معانا كيس جميله وسيناريو جميل، تعالوا نفكر مع بعض في السيناريو دوت. مين يحب يشارك معايا؟ سالي. سالي في المواصلات. طيب مين انا اخترت؟ حد رضوان، دكتور محمد رضوان، عمر ندى. عمر ندى ايوه كده. انا لسه واصل يا فندم مع حضرتك. الصورة عندي على الموبايل مش واضحة قوي، بس معاك معاك يا دكتور جهاد. انت مين؟ عمر ندى يا فندم. طب تديني فرصة بس يا فندم، انا هشغل اللابتوب عشان مش واضحة عندي على الموبايل، بس اصل انا لسه داخل حالا، انا راجع برضو من عزيز بحراوي. ايمان سمير، انتوا عيال فاتحين البتاع ده وبتخموني، يا رب تسقطوا كلكم والله انزل لكم امتحان تعقيد. لا لا احنا مع حضرتك يا فندم، هو دقايق بس احنا لسه واصلين والله. هتخلوني اعمل فيكم اللي ما يتعملش. هيثم. لا لا احنا مع حضرتك. هيثم. ايوه مع حضرتك يا فندم بس. ايوه يا هيثم يلا قول اي حاجه، انا ما عنديش مانع انا اجاوب غلط كمان يعني. لا وانا بس كان معايا تليفون فما شفتش السؤال، انا اسف والله. اشوفها هرجع السؤال هتسمعه دلوقتي. انت معانا في الاول ولا لسه داخل انت كمان؟ لا لا معاكم بقالي نص ساعة كده. طب احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم على ال كنا بنتكلم من بداية بدين بالاتريال تاكيكارديا، ودلوقتي احنا بنعمل بيس مانوفر عشان نفرق ما بين الاكسبرس. طب يلا طيب.
ماشي معاك بقى يا جهاد بدل ما هفرمكم. طيب دكتور هيثم، ذاك دكتور هيثم معانا كيس سيناريو، ربنا يعزك دكتور هيثم معانا كيس سيناريو لعيان عنده نارو كومبلكس تاكيكارديا، مش متاكدين هي اتو تاكيكارديا ولا لا، ولكن هي التاكيكارديا سايكل لينس على 500 ملي سكند with long RV او VA interval. انا حسبناها في الجزء الشمال من السايد اللي قدامنا اللي هو الجزء الاول، وكان ال VA interval 420. تمام. وبما ان في قدامي التاكيكارديا فانا قررت اعمل لها انترينمنت من الاتريوم، فعملت اتريال اوفردرايف بيسنج بسرعه اسرع ب 490 ملي سكند، وبعدين وقفت البيسنج والتاكيكارديا كملت. وبعدين انا قست ال VA interval بعد لما وقفت بيسنج بعد الانترينمنت ما عملته، ولقيتها 525. تمام. انا ساعدتك في كل الداتا. السؤال بقى انت تجاوب عليه بعد اذنك، the underlying mechanism of tachycardia is، تعال نحط كل الاحتمالات ونشوف ايه المعلومات او الكلو اللي ممكن اطلع بيه في الحاله دي. هو انا طبعا عندي ادي البوست بيسنج انترفال والبوست بيسنج ريسبونس، اشوف ادي في، انا بنعمل الاتريال اوفر درايف بيسنج اي في اي في اي في تايم دول، مش عارف انا حسنا بيجي ار تي. هو احنا لازم نشوف ال في تايم بوست بيسنج ثابت ولا بتغير. الاجابه اقول لك، انا عملنا المانوفر دي كذا مره، اول مره طلعت 525 وده الشكل اللي قدامي، ثاني مره طلعت 500، ثالث مره طلعت 550، هي عماله تتغير كل مره. كل ما اعمل اوفر درايف بيسنج اوقف واقيس ال في اي، ال 525 مش ثابته، عماله تتغير كل شويه. هو كده اللي هي ال VA unlinking، ودي بتبقى اكتر مع الاتريال تاكارد. ممكن تشرح لي الكلام اللي انت قلته؟ انا مش فاهمه، يعني ايه ال VA linking ويعني ايه بتتغير؟ اشرحه لنا كده. ال VA linking اللي هي زي الحاجات ال AVRD او كده، ال VA time بيبقى ثابت. ليه؟ عشان الاتريال اكتيفيشن مرتبط بالفنتريكل. تمام. من خلال الايفينوت تقصد؟ اه تمام. تمام جميل. فديت ما فيش في اي لينكينج عشان كده هي عماله تتغير، تقصد كده؟ فالفي اي في كل مره عماله تتغير، لانه واضح ان الاتريال فوكس مكانها مختلف، وبالتالي انا بعيد عن الايفينوت. اكسلنت، ثانك يو سو ماتش. انا معايا في التريسنج اللي قدامي دوت كلو مهم جدا اسمه في اي لينكينج او نو لينكينج، معناها هل الـ VA time ثابت ولا بيختلف كل مرة بعد الـ atrial overdrive basing. طيب following cessation of overdrive atrial basing لما يكون 1-to-1 conduction في حالات الـ focal atrial tachycardia، الـ VA interval اللي هي الـ interval between the last captured QRS complex والـ first atrial impulse في الـ atrial tachycardia significantly vary from VA interval during atrial tachycardia، والسبب ان the timing of atrial tachycardia return cycle is not related to the preceded QRS complex. يعني ايه الكلام الملعبك دوت؟ تعال نحاول نلخصه. احنا عارفين ان احنا عندنا ثلاث انواع common من الـ SVT، يا اما accessory pathway tachycardia او AVNRT او atrial tachycardia. And as you know في الـ accessory pathway والـ AVNRT العلاقة ما بينهم ثابتة من خلال AV node أو accessory pathway، العلاقة ثابتة. فلو أنا عملت basing من الـ right atrial appendage أو من الـ CS، دايماً الـ anti-grade conduction AV node في الـ accessory pathway والـ retrograde conduction accessory pathway. أما في الـ AVNRT fast pathway وترجع slow pathway، دايماً fast pathway وترجع slow pathway. طب تعالوا بقى نشوف الاتريال تاكيكارديا ايه اللي هيحصل. انا ببيس من الاتريوم، الكهرباء وصلت للاي في نود وبعدين وصلت للفنتريكل وعندي في، هل الفي بترجع الاتريوم باي شكل من الاشكال؟ الاجابه لا طبعا. فبعد الفي
بستنى وقت معين او انترفال معينه لغايه ما النيو اتريال امبلس تبدا تبقى اكتيفيتد ونبدا سايكل جديده. وبالتالي ما عنديش في اي لينكينج، ما عنديش علاقه ثابته بوقت ثابت. وبالتالي لو انا ما عنديش في اي لينكينج، وبالتالي الفي اي تايم بيتغير الرقم اكتر من 14 ملي سكند بعد كل مره، ما فيش علاقه، وبالتالي دي اتريال تاكيكارديا. اما لو انا الرقم ثابت ودايما في اي تايم ثابت وفي اي لينكينج ثابته والرقم اقل من 10 ملي سكند لو في فاريشن، يبقى اكيد في ثبات خلال اكسسوري باثوي او اي في ان ار تي او اي في نود، فهي اكسسوري باثوي او اي في نود. تاني عشان الخص الكلام، في السيناريو اللي انا شايفه قدامي لقيت الفي اي تايم 525 وعمال يتغير كل شويه 530 540 510، معناها نو في اي لينكينج، وده من اقوى الكلوز اللي بياكد الاتريال تاكيكارديا. تمام، تعال نروح لحاجه ثانيه، الفنتريكولار اوفر درايف بيسنج، معناها ان انا عندي تاكيكارديا شغاله وانا هعمل فنتريكولار بيسنج واسبق التاكيكارديا. ومعانا حالتين، حد ممكن يعمل لي اناليسز الاي جي ام اللي على ايدنا الشمال وعلى ايدنا اليمين؟ مين يحب يشارك معانا؟ دكتور عمر ندى تشارك معانا؟ تمام يا دكتور جاد مع حضرتك. طيب انا عندي نارو كومبلكس تاكيكارديا 1 تو 1 كوندكشن وقررت اعمل لها انترينمنت، فعملت فنتريكولار اوفر درايف بيسنج ووقفت البيسنج والتاكيكارديا كملت. تحب تقول لي كومنت على الليفت سايد اي جي ام وبعدين الرايت سايد اي جي ام؟ تمام، هي التاكيكارديا كانت على الاول كانت على 450، تمام مظبوط كده، ده اللي هو السايكل لينس. تمام، وبعد كده احنا عملنا انترينمنت، وقفنا، اول ما وقفنا رجعت على 460 تاني. حلو، تمام. هو مش ليه مش قايس بقى من اخر سبايك لحد اللي بعدها، مش مدينا اللي هي البي بي اي. جميل، هو انت عاوز تحسب بي بي اي وحقك تعملها، بس هو بيكومنت على ريسبونس لما انت وقفت وعملت ترمينيشن للبيسنج، ايه هو الريسبونس اللي انت شايفه؟ الريسبونس هنا بي اي، يعني بي اي بي. اكسلنت، وده يمشي مع ايه اكتر؟ يمشي مع الاتريال تاكيكارديا. الفي اي في ريسبونس اتريال تاكيكارديا؟ VAV response. والمفروض عشان ما عندناش H، بس انا مش عارف هي رجعت على ال H ولا لا. والمفروض VAV. شايف معايا انا عندي VAV. فهي اكتر AVNRT او AVRT اكتر. او AVRT او ماشي تمام. اكسلنت صح. تعال نروح الجزء اليمين بقى. تمام، احنا هنا كنا بنبيس كل VV. سايكل لينس 430، تمام صح، من الار بي، وبعد كده رجعنا على 460. الريسبونس بتاعنا كان بي اي 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 في. اكسلنت، فدوت يمشي مع ده اللي ممكن بقى يمشي مع الاتريال تاكيكارديا، لان هي رجعت تاني على اتريال، على اتريال مش على الفي. جميل جدا، شكرا جزيلا دكتور عمر. فهو simply الـ ventricular overdrive pacing بأسس الـ response بعد الـ termination of pacing. هل أنا VAV response؟ فده غالباً AVNRT أو accessory pathway. أما لو VAAV response فده غالباً atrial tachycardia. ما زال الـ entrainment عمال يديني clues كتيرة to confirm the diagnosis. عشان نختصر عشان الوقت، نيجي لنقطة مهمة اللي قاعدين قلناها تتعلق بالميكانيزم، الا وهي طب انا خلاص اتاكدت 100% انها اتريال تاكيكارديا بكل المانوفرز اللي احنا عملناها، بس يا ترى هو انه نوع؟ هو اوتوماتيك ولا تريجرد ولا ري انتري؟ طيب احنا فهمنا كل واحده منهم ايه السبب المشكله. قلنا ان الفوكال او التريجر غالبا احنا عندنا حاجه بالتريجر او عملت ترمينيشن او اندكشن، والاوتوماتيك كذلك هي حاجه سمباثيك وبارا سمباثيك. اما المايكرو والماكرو انا عندي ستيبل ريانترنت سيركت ثابته، وبالتالي هلاقي التوتال التاكيكارديا سايكل لينس غالبا واخده
الديبولاريزيشن بتاع الاتريال اكتيفيتي واخد كل تاكيكاردا سايكل لينس، اما في الفوكس هي صغيره فمستحيل تاخد كل تاكيكاردا سايكل لينس. ايه كمان في الماكرو والمايكرو ري انتري هي ستيبل لان انا عندي ري انتري ثابته بسرعه ثابته، وكمان التاكيكاردا سايكل لينس سريعه جدا عاده اقل من 300 ملي سكند. اما في الفوكس الاوتوماتيك فوكس هي ابطا شويه اكتر من 400 ملي سكند. لكن النقطه المهمه جدا الانترينمنت، مين هقدر اعمل له انترينمنت؟ اكيد المايكرو والماكرو انتري، اما الفوكال اوتوماتيك مستحيل اعمل لها انترينمنت. طيب هدي كلو لكل واحده من الثلاثه مهم جدا. هبدا بالاوتوماتيك، من اسمها اوتوماتيك فاتوقع انها كاتيكولامين سنسيتيف، فلو اديت بيتا اجونست او ايزوبرينالون غالبا هعمل اندكشن، ولما يحصل اندكشن هيبقى فيه ورم اب اند كولد داون كانها ساينس تاكيكارديا، نفس فكره الاوتوماتيستي. اما التريجر لازم تبقى عارف ان انا ممكن اعمل تريجر بالاكسترا ستيمولس واعمل تيرمينيشن بالادينوزين. اما الري انتري المفتاح بتاعها كلمه واحده بس، انترينمنت. فسيمبلي خلينا نستخدم كل المانوفرز تو ديسكريمينيت بتوين اوتوماتيك تريجر اند ري انتري. كده تقريبا احنا خلصنا الدايجنوزس وكونفيرم 100%. يلا بينا بقى نروح لأهم خطوة، how to ablate atrial tachycardia. طيب رقم واحد mapping، اتنين start ablation، تلاتة لازم تبقى عارف وانت بتابليت ايه هي successful endpoint اللي انت لو وصلت لها خلاص ما تكملش. وأهم نقطة please avoid complication، safety العيان أهم من successful ablation. طيب نبدأ بالmapping لأنه هو دوت اللي هيعمل mapping صح هيوصل صح. ايه مشكله المابنج في الاتريال تاكيكارديا؟ متعب شويه، محتاج مانوفرز كتير، محتاج تعمل مابنج للليفت والرايت اتريوم، محتاج يبقى عندك 3 دي مابنج. لو انت عاوز السكسس ريت بتاعك يبقى عالي قوي حاول يبقى فيه 3 دي مابنج. ما عندكش هنستخدم الكونفنشنال بس نطول نفسنا جدا. في قاعده بتقول يو هاف تو بي جود مابر بيتر ذان جود ابليتور. يعني ايه الكلام دوت؟ معناه ان في الاتريال تاكيكارديا بعض الناس لو انت مستعجل او مخنوق او انت يعني عاوز زي ما بيقولوا يلوش هتقابليت كل حاجه هتشوفها قدامك، اي بوتنشلز هتقابليت كانك بتقابليت اي مكان عشان ايه سكسسفولي تيرمينيت. بس حقيقه الجود مابر اللي بيعمل مابنج كويس جدا هو ده اللي بيوصل باقل ابليشن. فبليز نخلينا جود مابر في الاتريال تاكيكارديا. يلا نبدا المابنج، وزي ما احنا عارفين استخدم كل انواع المابنج. لو ممكن تستخدم 3D مابنج استخدم الاكتيفيشن ماب، بروباجيشن ماب، فولتج ماب، بيسنج ماب. ايه اهم واحده في الاربعه لو سالتكم؟ ابدا بانه واحده، مين يجاوب سؤال سرعه؟ يلا يا شباب اكتيفيشن ماب. شكرا جزيلا، اكسلنت. طبعا اكتيفيشن ماب هكونفيرم الدايجنوزس 100% وكمان هديسكريمينيت بين الفوكس والري انتري. اكتيفيشن ماب، الاتريال اكتيفيشن ماب حقيقه ريفير تو دونيشن اوف اكتيفيشن تايم تو فيريوس بوينت ويذين ذا اتريوم تو ديمونستريت الدايركشناليتي اوف ويف فرونت بروباجيشن دورينج تاكيكارديا. تمام، اللي عاوز اقوله بس 3 دي مابنج وعملت مابنج للليفت والرايت اتريوم عشان اعرف ايه هي الايرليست اكتيفيشن بوينت، وبالتالي غالبا المكان قريب من هنا. دي اول نقطه فعملت لوكاليزيشن. ثاني حاجه وهي مهمه جدا، من بعد الاكتيفيشن ماب اشوف البروباجيشن هتوجهني في انه اتجاه، هل هي راديال سنترفيوجال راديشن فانا بتكلم على فوكال اتريال تاك، ولا بتكلم على انها سيركت ري انترت سيركت طويله فانا عندي الهيد والتيل غالبا هيخبطوا في بعض. طيب ده مثال لحاله عيان عنده اتريال تاكيكارديا كونفيرم الدايجنوزس، عملنا 3 دي مابنج ودوت الكارتو قدامنا، وبعدين عملت اكتيفيشن ماب بدات اللي على الليفت سايد دوت ده الرايت اتريوم، وانا شايف الريد كلر ده الايرلست بوينت شكلها سبتم، وبعدين كملت المابنج وعملت للليفت اتريوم والميتر انس قدامي وشكلها عند السبتم.
وبعدين خليت الانجينير اللي معايا طلبت منه يحطهم على بعض، فبان ان الايرليست بوينت عندي هي ناحيه الليفت اتريوم مور سيبتال. اللي عاوز اقوله انا دلوقتي بتعامل مع فوكال اتريال تاكيكارديا وعملت لوكاليزيشن في الليفت اتريوم وهي سيبتال اتريال تاكيكارديا. طيب خلصت المابينج وتاكدت 100% من مكان الاتريال تاكيكارديا، يلا نبدا ابليشن. الابليشن بتاعي ار اف ابليشن طبعا، وفي بعض الحالات بيحصل اكسلريشن للتاكيكارديا، ودي جود ساين حقيقه ان انا في المكان المناسب. بعدين هيحصل جرادوال سلولينج، بعدين سادن ترمينيشن سكسسفولي. خلاص امتى اوقف ابليشن؟ اوقف لو انا عملت ترمينيشن للتاكيكارديا وبعدين عملت كل المانوفرز اللي انا كنت عملتها في الاول تو انديوس تاكيكارديا اند ات از نون انديوسبل تاكيكارديا، ات از سكسسفول ان ذا بوينت. اخر حاجه بليز افويد كومبليكيشن. هو ممكن يحصل كومبليكيشن في عيان الاتريال تاكيكارديا ابليشن؟ ايوه، لو انا قريب من الاي في نود لاي سبب، عندي سبتال او باراسبتال اتريال تاكيكارديا قريب من الهس والاي في نود، خد بالك من الكوندكشن. لو حصل اي نون كوندكشن بليز ستوب على طول. ايه كمان؟ لو انا عندي ليفت اتريال تاكيكارديا قريبه جدا من البلمونري فين، ليفت رايت ابر لور بلمونري فين، بليز خد بالك من البلمونري فين ستينوزس. طبعا بال 3 دي مابينج هيكون اسهل. واخر حاجه بليز خد بالك من الرايت اتريال تاكيكارديا لو هي قريبه قوي من اس اي نود او لو هي قريبه قوي من الاي في نود والهس، خد بالك العيان ممكن يقلب بهارت بلوك. فيا اما توقف من الاول خالص لو انت في مكان فيه ريسك عالي، او تفهم العيان 50% هيحصل هارت بلوك وهتطلع ببيس ميكر والعيان حقه يقول اه او لا. انا كده خلصت المحاضره بتاعتي، اتمنى تكون استفدتوا منها. شكرا جزيلا لكم جميعا. حد عنده اي اسئله؟ يا شباب طيب انا هسالك يا جهاد، اكيد انت قرات في الحته دي. الفوكال اتريال تاكيكارديا بنستطيع ان احنا انترين، الريانترت اتريال تاكيكارديا بنقدر انترين. طب لما الميكانيزم بتاعها تريجرد بنقدر انترين ولا لا؟ والفرق في الانترينمنت ما بين الفوكال والريانترت؟ هو عاده يعني مش هقدر اعمل انترينمنت بسهوله للفوكال اتريال تاكيكارديا لو هي تريجرد او اوتوماتيك عاده. عشان كده معظم حالات الاتريال تاكيكارديا او حالات كتير من الاتريال تاكيكارديا احنا بنفيل ان احنا نعمل انترينمنت، بنفيل. فغالبا الكوز بيكون انها اوتوماتيك او تريجر غالبا. لكن لو انا سكسسفلي عملت انترينمنت للاتريال تاكيكارديا اكيد هي مايكرو او ماكرو ريانتري. فلو انا نجحت هي اكيد مايكرو، لو فشلت غالبا تريجر او فوكس اوتوماتيك. How to confirm the focus, the focal automatic, بالايزوبرينالين. ده اللي انا بعملها دايما يعني. طب دكتور جاد، في انواع اتريال تاكيكارديا ممكن اقول من الاول انها كيوي 3 دي او كونفنشنال؟ يعني حاجات ممكن انا اللي اجاوب بقى ده. طبعا دكتور ميرفت استاذتنا كلنا واكسبيرينس عاليه جدا في التعامل بابسط الادوات يعني. اتفضل دكتور ميرفت. مين اللي بيسال؟ انا عبد الله. دكتور ميرفت عبد الله سامي. بص يا عبد الله، اول ما ابتدينا نكوي الاتريال تاكيكارديا من زمان طبعا بنكويها كان كونفنشنال. ال 3 دي مابينج دخل عندنا في عين شمس في 2008 تمام. التكلفه العاليه بتاعته في وجود اطفال كتير عندهم انسيسنت اتريال تاكيكارديا، مش تقدر تستعمل استارت الكارتو 8 فرنش دي او 8 ونص فرنش. وطبعا التكلفة العالية هي كانت بتحدنا. فإحنا بدأنا قبل ما 3D، إحنا بدأنا شمس في سنة 1992 ابتدأنا الأبليشن على طول. وكان أول حالة عملناها كان مع الدكتور مدوح العاشر الله يرحمه، وفي صورة حتى ومتصور بالطفل على حجره انسيسنت اتريال تاكيكارديا تاكيكارديا اندوس كارديوميوباثي، وكونها على طول من رايت سايد. الاتريال تاكيكارديا في الرايت سايد الحقيقه ممكن كلها تكويها كونفنشنال بمنتهى السهوله. اللي في الليفت سايد بتصعب عليك الدنيا شويه، لان بقى في بالمونري فين
وفي الليجمنت اوف مارشال وفي الاتر الابندج، لكن برضو ممكن تكوي. وكوينه ياما، كوينه ياما بالكونفنشنال دي ليفت اتر تاكارديا ورايت اتر تاكارديا. اهم حاجه يبقى معاك اريجيتد تيب كاستر. ليه؟ لان انت ممكن تدخل في الابندج، ممكن يبقى في الرايت اتريم حته فيها ترابوكلي اللي هي الكيفز دي، فتلاقي الوقت ما بيعلاش والقسطره بتقف. ودي حصلت معانا من اوائل الحالات الاتر تاكارديا، كنت انا ورانيا بنكويا او انا كنت بكويا في مستشفى الجلاء وجبتها على الدمرداش عملناها 3 دي، ما فرقش الا ان القسطره كانت اريجيتد. كان شاب اسمه حماد وتكارد انديسكارد ميوباسي، وكان جاي لي من وحدة 23 وكونه كان عند الابندج بتاع الرايت ايتم. فانت تستطيع، انت لو استعملت ستيب باي ستيب طبعا محاضره هايله يا جهاد، ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا دكتور ميرفت، اتعلمت من حضرتك كتير جدا، ربنا يخليك. من اول الاي سي جي لوكاليزيشن لحد ما تدخل اللاب وتعمل الكونفيرميشن وتحط قسطرك، وممكن لو لقيتها رايت سايد والسي اس ملهاش دور تاخد القسطره السي اس وتروح لفيف الرايت اتريم، لقيتها عند الكريستا خد القسطره وحطها في نايمها على الكريستا. يعني انت تستطيع ان انت تحول الكونفنشنال 3 دي. تمام. الظروف الاقتصاديه اللي في كل البلاد طبعا اوروبا وامريكا بالعبيط بيستعملوا ال 3 دي لاي حاجه، حتى الايفن ار تي حتى اكس باسوي. فانا سالتهم مره قالوا لي اصل احنا اتعبنا في 3 دي اعلى من اتعبنا في كونفنشنال، فقلبنا بقى على اي 3 دي. وطبعا عشان ما يتعرضوش للراديشن عالي وتكنولوجيا والشركات بقى بتبسطهم، فعشان كده انا جاوبت لك السؤال يا عبد الله. يا سامي عايز سؤال تاني؟ دكتوره ميرفت انا عندي سؤال. شكرا لحضرتك. اي عبد المنعم، لو عيان اي اف وكل الاي سي جيهات او اف وحياتك داخله تعملي له بالمونري فين ايزوليشن وفوجئتي بالاتيال تاكيكارديا جوه في اوضه البتاع، مين تجري وراها وتقولي لي انا هستناها وهقابلت واخر نفسي، ومين لا مش هقابل؟ اول حاجه هو العيان انا شخصته غلط من الاول. لو هو اتيال تاكيكارديا يبقى هو اتيال تاكيكارديا، لو هو اتيال فيبريليشن ودخلت جوه لقيتها اورجنايزد مثلا. يعني انا انت قصدك كده؟ انا قصدي ان كل اي سي جي اف والعيان اف فعلا، بس واحنا شغالين بيجي له اتريال تاكيكارديا نان سستيند كده، تقعد شويه وتروح تقعد شويه وتروح. انا بكوي هكوي الاي اف كويس جدا وخلصته. لو الاتريال تاكيكارديا جايه من البالمونري فينز لازم اوقفها، والا يبقى انا عندي جاب في اللاين. فخلي بالك انت من الكومبليكيشن بتاعه الاي اف ان انت تعمل ايه، ليفت اتريال تاكيكارديا او ليفت اتريال فلاتر. فلو انت بتكوي اي اف وتحول العيان ليفت اتريال فلاتر او ليفت اتريال تاكيكارديا، يبقى انت عندك جاب من الجاب من حوالين البالمونري فين مش مكويه كويس. تمام يا فندم. اسئله. ليه تعقيب صغير بعد اذنك دكتور ميرفت على النقطه ديت. في اليونج ايج ساعات بنشوف عيانين يونج ايج 20 و25 سنه وفعلا كان متشخص AFib، ولما دخلنا لقيتها ماشية أكتر atrial tachycardia بالتريجر AFib. أظن في حالة زي ديت ممكن نكونسيدر atrial tachycardia ablation لو أنا تأكدت إن هي اللي بالتريجر AFib، وخاصة في اليونج ايج. ممكن. في عندك كمان حاجة اسمها pulmonary vein tachycardia، يعني firing focus من pulmonary vein وتروح قلب على AF، دي بتكوي زيها زي AF. تمام يا فندم، جزاكم الله خير. غيره ممكن دكتور أسامة يبقى أول واحد يقدم الحالات عشان عنده مشكلة في النت. طيب شكرا دكتور جهاد، وإحنا سعداء جدا جدا بيك بوجودك معنا على ستاف الزمالة في التدريس. وطبعا أنا أمالي وأحلامي إن الزمالة دي هم شباب الزمالة الخريجين والطلبة الحاليين هم يقوموا وده اللي حاصل. دكتورة سالي اللي بتعمل لنا الجدول، دكتور أحمد عبد المنعم اللي بينظم تقديم الحالات مع الشباب، وادي هو الدكتور جهاد ودكتور أنور والناس كلها خريجين. يعني إحنا سعداء بكم. اتفضل يا مين. يلا يا أحمد. شكرا يا جهاد. جهاد استوب يا دكتور، لو سمحت جهاد ممكن طلب بعد إذنك. اتفضل. ممكن بس حضرتك تحط لنا المحاضرة حتى لو بي دي إف على الجروب بعد إذنك يعني؟ طبعا هنزلها النهارده على طول. تسلم يا فندم، شكرا.